السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الموضوع بزاف الدراري يطلبوني عليه، ألا وهو الفرق ما بين 26 27 ونص و 29. خليكم معايا باش نشرح لكم التفاصيل. حاجة الخوت، خليونا نتفقوا بأننا غادي نقارنوا أمثلة ديال 26 و 27 و 29 ولكن من عجلات من نفس النوعية. فمثلا ما يمكنش نقارن لك أنا عجلة 26 كاربون أود غام مع عجلة 29 و 27 ونص ألمنيوم باد غام اللي كاينين في البيكارات الرخاص. يعني كاع الأمثلة اللي غنعطيوكم تخيلوا بأن العجلات نفس الماركة نفس الموديل ونفس النوعية ونفس الكاليتي. نبداو بسم الله على بركة الله بالتسارع. التسارع الإخوان ماشي هو السرعة، يعني الفرق ما بين السرعة والتسارع. التسارع هو شحال ديال الوقت كندير باش نوصل لواحد السرعة معينة. فالعجلات ديال 26 عندهم تسارع احسن من ديال 27.5 وديال 27.5 عندهم تسارع احسن من ديال 29. كيف ما كتشوفوا معايا مثلا الان في السرعه، الا خدينا المثال ديال 25 كيلومتر في الساعه، فمثلا الا كانت العجله ديال 26 غتوصل ليه في واحد الوقت اللي هو اكس، فالعجله ديال 27.5 غادي توصل لك السرعه ديال 25 ولكن في اكس زائد 1%. اما بالنسبه فيما يخص الدراج الروايد ديال 29 فغنوصلوا لديك السرعه اكس ولكن غنوصلوا ليها بعد 3.6% ديال الفارق مع العجلات ديال 26. يعني هذا كيدل على انه التسارع شحال ما كانت الرويضه صغيره شحال ما احسن، شحال ما كانت الرويضه كبيره شحال ما كتاخذ وقت باش يلاه كتبدا الدور 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 توصل لديك السرعه. إذا كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الرسم التوضيحي، رويضة كبيرة كتكون عندها الزاوية طلاطع كبيرة، يعني ما كتأثرش بزاف على القوة اللي داينا للأمام. كيف ما كتشوفوا داك السهم الأخضر، فواخا ضربنا في مطب صغير فباقي الاتجاه ديالو بلوز او موان غادي للأمام، يعني ما كينقش للرويضة بزاف من السرعة ديالها باش غادا. إلا قارناه مع الصورة الثانية اللي هي فيها عجلة صغيرة فاش غنضربو في مطب، فديك القوة الناتجة على ديك الاصطدام غادي تكون طالعة إلى الأعلى تقريبا واحد 45 درجة، حيت هادي رويضة صغيرة، غير مثال توضيحي. وهذا غادي ينقص من السرعة ديال الدراجة الهوائية بزاف، وغادي بومبي السائق يعني راكب الدراجة الهوائية غادي يتلاح للفوق، يحس براسو بحال ضرب في شي تروطوار ولا شي حاجة كبيرة. يعني شحال ما كانت رويضة كبيرة كتحافظ على الثبات ديالها وكتبقى غادا بسرعة مستقرة، شحال ما كانت رويضة صغيرة فيما كتضرب في شي مطب ولا شي لعبة كتفقد السرعة ديالها. أما فيما يخص التحكم في الدراجة الهوائية فهنا كاين جوج ديال النقاط. النقطة الأولى هي الجريب، الجريب أو التماسك ديال الرويضة مع الأرض. شحال ما الرويضة كبيرة فالرقعة اللي كتكون لامسة الأرض كبيرة. كيف ما كتشوفوا مثلا عجلة 26 تقريبا معدل 6 سنتيمتر اللي كيكون متلامس مع الأرض، وعجلة 27.5 تقريبا 1.8 سنتيم، والعجلة 29 تقريبا 1.9 سنتيم. شحال ما كان الملامسة مع الأرض كبيرة شحال ما كيكون الانزلاق ضعيف. أما من ناحية القدرة على التحكم في الدراجة فشحال ما كانت رويضة صغيرة فالتحكم فيها كيكون أحسن عليها. غادي نلاحظوا بأن الناس مثلا اللي كيديروا لي تريكس أو حتى في الفيتي تي، إلا كان شي سيكتور مثلا فيه بزاف الفيراجات مثلا تنقاز كتبغي تنقز ودير مثلا تويبي بالرويضة اللور ولا شي لعبة، فهاد الشيء كيكون ساهل شحال ما كانوا الروايض صغار. المهم القاعدة هي أنه شحال ما رويضة صغيرة شحال ما البيكالا كتكون كيف كنقولوا حنا تقد تلعب بها بلايفول كتسمى بالانجلي، شحال ما كانت كبيرة شحال ما كتكون صعيبة تلعب فيها ولكن كتكون ستابل، حيت الكتلة اللي كتدور كدير افي ديال الجيروسكوب، والجيروسكوب ديما كيبغي كوريجي راسو. يعني مثلا الا كانت الرويضة كدور دورناها كتبغى ترجع للمكان اللي كانت فيه. هذا هو اللي في ديال الجيروسكوب، شحال ما كان الوزن كبير والوزن شحال ما كان بعيد على مركز الدوران فهنا كيدير لفي ديال الجيروسكوب. وكيف ما كتعرفوا الجيروسكوب الا دورناه اللي من على اليسار ما كيبغيش كيريزيستي، كيبغي يبقى مستقر. الاخوان قبل ما نعطيكم الخلاصه كنت بغيت نزيد واحد النقطه مهمه نسيتها حيت ولات لا طوندونس دابا، هي المالت بايك. شنو هي مالت بايك؟ اولا كلمه مالت حيوان البغل، لانه حيوان مثلا مخلط ما بين الحمار والحصان، فكلمه مالت بايك كتعني انها دراجه فيها ميكس، يعني القدام رويضه كبيره 29 واللور رويضه 27.5. ليش داروا هذا الاختراع هذا؟ لانه الا كان الراكب ديال الدراجه شي شويه قصير ديك متر و70 ولا اقل منها شويه وباغي 29، فالقدام كيدير 29 كيستافد من لافونتاج ديال 29 في تخطي المطبات وكذا وكذا،
ولكن ما كيبقاش عنده المشكل ديال مني كينقاز ولا شي لعيبه كيرجع اللور مور الكرسي في الهبطات في الداون هيل، ما كيبقاش يقيس في الرويضه اللور. وكذلك ملي كتكون رويضه صغيره كتخليه كليري يعني ينقز لي جاب فاسيلمون، ما تبقاش تضرب ليه الرويضه اللور في اللاندين في النزله. المهم هادي بين قوسين الماليت بايك راه غتوليو تشوفوهم بزاف، راه كيخرجوا من لا ميزون جداد بحال هكا سور كوموند، كتسمى ماليت بايك، عقلوا عليها. ودابا غادي نجيو للخلاصه شكون اللي حسن ليا. اولا الا كانت عندك البيكالا فيها كادر كبير مثلا طاي ال، واصلا انت غالبا كتبغي غير تريني بالبيكالا كتضرب المسافات كدير الكروس كونتري مثلا، فهنا غادي ننصحك تاخذ روايت 29 لانهم حسن ليك، غادي يخلوك محافظ على السرعه ديالك باش غادي واخا يكونوا في التراك ما طبات الى اخره. غادي نشوفوا مثلا الان واحد طويل ولكن كيدير داون هيل، يعني مثلا عنده بيكالا كيبغي كادر ال ولكن كيدير داون هيل وكيبغي البيكالا تصبر ليه تكون صحيحه، هنا غادي ننصحو بروايت 27.5 لانهم في القوه قوى من 29، وثانيا حتى العرض لي بيسور كتقد تلقى 2.8 في 29 شويه صعيبه باش تلقى روايض عرض بزاف. غادي نجيو دابا للسائق اللي قصير وكيدير مثلا المسافات الطويله، فغادي ننصحو انا ب 27.5 الا كان عنده الكادر مثلا ام ولا اس. ام يقدر يدير 29 ولكن من الاحسن 27.5، اما الا كنتي قصير والبيكالا ديالك الكادر ديالها اس فنصحك انا ب 27.5 من الاحسن باش تهنى. اصلا الكادر ديال 27.5 كيكون مجموع على ديال 29، راه كاين دي فيلو طاي ام ورواي 29 وكاين عاوتاني طاي ام ورواي 27.5، يعني الكادر ما عندوش علاقة مباشرة مع الرويض ولكن الرويضة كتأثر على لا جيومتري ديال الكادر. فبالنسبة للناس اللي قصار نصحهم انا برويض 27.5 الا كان عندهم الكادر اس، الا كان عندك الكادر اس ما غاديش تلقى 29 و الا لقيتيها نصحك انا ما تاخذهاش، تاخذ رويض 27.5. دابا غادي نشوفوا الدراري اللي كيديروا الكابراج في الزنقه، الكابراج ستانت كي سكيبي وعزيز عليهم داك التخربيق، هادو كاملين غادي ننصحهم انا بروايد صغار 26، كاع الا بغاو روايد كبار ياخذوا 27.5، البيس ديالهم موجود البنوات موجودين، و 29.5 راه كيعذبكم الدراري. ما عرفتش علاش هاد لا طوندونس ولات ديال كلشي باغي 29، راه 29 ما لايقين لوالو في هاد المجال هذا ديال المدينه، الطريق مقاده مواطي يعني ما غتحتاج شي حاجه اللي كتابسوربي لك المطبات ولا الشوك، وبالعكس الا كتبغي تهز الرويضه القدام بورت فراني دير 360 ما نعرف دير باني هوب، اللهم رويض صغار. 26 كاع بالنسبه لي انا احسن من 27.5 في هذا المجال هذا. المهم الخوت كنتمنى هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه شي حاجه، وما تبقاش عندكم ديك الفكره غالطه ديال 29 هي اللي احسن هي الواعره، 29 ماشي هي اللي احسن في جميع الحالات. كنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو هذا، بارطاجيوه ليه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في لاشين باش تموتيفوني نزيدكم فيديوهات اخرين، والى اللقاء في حلقه قادمه ومع السلامه.